الجميع، هذا شرف كبير لي أنني نكون هنا معكم في هذا الحدث باسم متحف التراث الثقافي اليهودي المغربي. وأنا كنشكر هذه المبادرة اللي قام بها مجلس مقاطعة الحي الحسني وجميع الجمعيات التربوية والحقوقية لحي الحي الحسني اللي هو من الأحياء العريقة لمدينة الدار البيضاء، وشيء مهم يجب أن أشير إليه اللي كنظن أن الناس الحي الحسني عارفينه، أن التهيئة العمرانية والحضرية ديال لوكارتي حي حسني كانت من طرف مهندس معماري مغربي يهودي هو إلي أزاكوري. إلي أزاكوري هو من أول المهندسين المعماري المغاربة اللي حصلوا على دبلوم في الهندسة المعمارية، يعني قبل الاستقلال. يعني أنا كنظن أن هذه صدفة، ولكن الصدفة خير من ألف ميعاد، أليس كذلك؟ إذن أنا عندي شرف كبير. والحاجة الثانية أن في متحف التراث الثقافي اليهودي المغربي في السنوات الماضية سبق لنا أن قمنا بتنظيم معرض لأعمال المهندس المعماري إلي أزاكوري. وأنا عندي واحد المقترح هو أن إن شاء الله في الأنشطة الثقافية اللي كتقوم بها جميع هذه الجمعيات النشيطة في الحي الحسني أن نقوم بشراكة مع متحف التراث الثقافي اليهودي المغربي بمعرض لأعمال سيد إلي أزاكوري باش نعرفوا الساكنة ديال الحي الحسني والوليدات ديال الحي الحسني والمؤسسات التربوية والتعليمية أن الحي الحسني أنه من أول الأحياء التي تم تصميمها في الدار البيضاء ومن طرف مغربي يهودي. إذا الحاجة الثانية هي أنني كنحييكم جميع، كنحيي جميع الناس المنظمين، جميع الجمعيات الحقوقية والتربوية. وحاجة أخرى أن المتحف التراث الثقافي اليهودي المغربي اللي نشر ليه هو هي كانت مبادرة من طرف الجماعة مجلس الجماعات اليهودية المغربية، هي التي أسست هذا المتحف. المتحف تم تأسيسه في سنة 1997 وهو يعد أول متحف يهودي من نوعه في العالم العربي والإسلامي. والناس اللي قاموا بهذه المبادرة يعني ينتمون للجماعة والمجتمع المدني. وهنا خصنا دائما نذكروا بالناس اللي كيخدموا ونذكروا الأسماء ديالهم. هذا المتحف كانوا أربعة الناس من اليهود المغاربة الوطنيين الذين ينتمون لهذا الوطن هم اللي خلقوا هذه المبادرة. والأسماء ديالهم هو المرحوم شمعون ليفي، ومن لا يعرف شمعون ليفي، هناك ايضا المرحوم جاك توليدانو، بوغيس توليدانو، وايضا السيد سيرج باردوغو اللي هو الان رئيس مجلس الجماعات اليهوديه المغربيه والسفير المتنقل لصاحب الجلاله الملك ناصر الله. اذا هذا شرف كبير ليا وتبارك الله عليكم، وهذه غتكون غير البدايه. والمتحف اليهودي المغربي دائما كيشجع وكيهتم بالعمل. كذا وفرنا مع الحي الحسني، فعلا الحي الحسني كنجي بزاف، كنجي بزاف الإدارة هنا، وعندي بزاف بزاف ديال الناس اللي هما صديقين ديالي ساكنين هنا الحمد لله. وكنشكروا المدير ديال هاد المبادرة والمجلس اللي هنا هو، وإن شاء الله نديروا إيد في إيد باش نخدموا كزانفا مع الحي الحسني. كنمشي للبوارور، كنمشي للأحياء الشعبية في قلب البلاد وخارج الدار بينا، مي الحي الحسني غادي نخدمو معاه إن شاء الله. وفخر الحي الحسني أن شابات الحي الحسني طموحات وكيوصلوا للمناصب. شرف لينا أنكم معنا اليوم، ونخليكم تقدموا التكريم للأستاذة زهور والأستاذة سوزان. تيحني لأن جدودينا كمدفونين ينعشون قولنا، حنا هما اليهود اللي جينا من على طريق اليمن الصحراء المغربية، ينعشون قولنا الصحراء المغربية مقدسة فيها الصالحين ديال اليهود ديال المسلمين. الناس عاشوا في
واحد الشكل كيفاش انا كبرت مع الوالدين ديالي لي من الصحراء المغربيه من بعد اسوا الدرعه جاو سكنوا في ورزازات تيفول توت والوالده تلوات اكوين. حنا مكتارفين بزاف عاد حنا صحراوه الشلوع فين ما كنمشيو الرايه المغربيه في ديننا في الجميع الامكان وان شاء الله هادشي كلشي غادي يدوز وما غادي يكون غير الفرحة بالصحراء المغربية والله يستر سيدنا والأسرة العلوية الله يرحم حسن الثاني والله يرحم محمد الخامس اللي كنقول أنا بنت محمد الخامس في 59 داري ديا فوق راسي ملي خرجنا من المدرسة ديال اليهود في مشاريع بوردو مع المسلمين صحاباتي ونزلنا بالسيارة ديكابوطابل ان 18 نوفمبر وبدا كيدير يدو على وليدات كلهم اللي كانوا واقفين في الشارع جارع بوردو والرأي المغربية هكا كنقولو. 34 والديا جاو للمدينة القديمة خلقنا في المدينة القديمة أنا بيضاوية مزهورة لوكيو زيادة ومرضع مرضع مع ولاد الحاج الله يرحمو سيدي فتح باقي الآن الدار ديالي سيدي فتح وكما رئيس الجمعية اللي فيها اجتماعي بزاف كنزور بزاف ديك المنطقة كنزور كلهم من البلايص اللي بينهم خوتي اولا كنوجه الشكر الجزيل المنظمين ديال هذا الحفل حقوقيين وجمعويين كنشكر مقاطعه ديال الحسني بجميع الاعضاء ديالها والمستشارين ديالها والرئيس ديالها لانهم كيديروا ان غون ديفور بالنسبه للمنطقه ديال الحسني. كنبغي نشكر الجاليه اليهوديه اللي حاضره معنا ونحن هنا يعني من هذا المنبر كناكد على مغربيه الصحراء يعني مغربيه الصحراء والوحده الترابيه من طنجه للمويره ونحن هنا نقدموا الدعم من اجل يعني نهوض الثقافه هنا في منطقه حي حسني ونهضوا بشيء ان شاء الله عنده ثقافه مميزه في حي حسني. شكرا جزيلا لكم. تحيه كبيره بزاف لهذ الفرقه المكفوفين اللي متعونا اليوم بموسيقى جميله لهم وتحية النضال ديالهم وتحية المؤطرين للجمعية لأن هذا العمل عمل مهم وعمل متميز بالفعل ما عرفتش الصبر ديالي اللي شفتهم تيعزفوا الآلات الموسيقية باحترافية تبارك الله عليكم وشكرا لكم. وتنبغي نشكر مدام سوزان اللي شرفتنا بالحضور ديالها ومدام سوزان ونرحب بك في منطقة حي الحسني ونبغي ان شاء الله نشوفك باستمرار معنا ان شاء الله وحنا يدنا مفتوحة للكولابوغاسيون معكم. حنا قلوبنا فنقولوا حنا بغيت المنطقة حنا كبرنا في منطقة حي الحسني فنقولوا المنطقة وغندافعوا عليها بشي خاصة وبغينا تكوني معنا ان شاء الله ونوسعوا يعني الافاق ديال التعاون بيناتنا ان شاء الله على مستوى دار الشباب بطبيعة الحال. مرحبا بك أيما تبارك الله عليكم وشكرا لكم تنتمني لأنكم الدعوة وطلعتوا معنا اليوم. والشكر الجزيل لجميع جمعيات المجتمع المدني اللي كتشارك في تنظيم هذه الايام الثقافيه بشراكه مع مجلس مقاطعه حي الحسني. كنعتقد اليوم بتواجد مجموعه من الاطفال والشباب هي انفتاح على المجتمع المدني على مستوى مقاطعه حي الحسني واعاده ربما بعد سنه ونصف من تباعد ومن تنظيم ملتقيات في هذا الحجم. اليوم نحن سعداء ومقاطعة حي الحسني محظوظة بهذه الجمعية ديال المجتمع المدني اللي كتقدم أنشطة ثقافية تساهم في رفع مستويات الفكر لدى العنصر البشري لدى
الساكنه ديال الحي الحسني، وكتقدم الشكر الجزيل لجميع الفعاليات المشاركه، ونحن نقدم دعمنا اللامشروع للمجتمع المدني باعتباره بوصله والوسيط ما بين الساكنه ديال الحي الحسني وبين المسؤولين، وهي دعوه مباشره لكل جمعيات المجتمع المدني تقديم كل ما يمكن ان يضيف للساكنه ديال الحي الحسني، وسنبقى دائما داعمين لهذه الجمعيات. باسم المديريه الاقليميه لوزاره الشباب والثقافه والتواصل بعملتي عن شق الحسني بالوسط، وباسم فعاليات المؤتمر النشيطه بتاع شق الحسني، يسعدني ان احضر هذا اللقاء الذي يدخل في اطار احتفالات الشعب المغربي قاطبه بالذكرتين عيد المسيره الاخرى وعيد الاستقلال، وهذه الذكرتين كلها تنطوي على مسار الكفاحي للمغاربه في تحرير الوطن بدايه من الاستقلال الى توحيد جميع البقاع والوطن العزيز. فمناسبة تنشوفوا أن الذكريات أو الذكرتين أنها تجمع المغاربة في قضية واحدة بكل أطيافه بكل إثنيته بكل توجهاته بكل تياراته. لما تتعلق الأمر بالمسائل الوطنية، خصوصا أننا في ظرفيتين، أن المغرب تشهد واحد التحديات كبيرة يعني اللي تطلب منا كافة صغارا وكبارا شيوخا ونساء ورجالا، تطلب منا ديك وحدة الصفوف كيف قال الحسن الثاني الله يرحمه.